this side, the people to understand if this accident happened practically. So this guy, unfortunately, is working at height and he's using his full body handle. He fell down. He fell down from height. Because he used his full body harness, but he did not push. عند الرقبه هنا من هنا مفيش نبض وشفنا على موضوع النفس اول حاجه النادي على طول على اي حد بيجي يساعده محدش يحاول يعمل السي بي ار لوحده لانه مش هيعرف هنبدا بعد كده يبدا يتشال اول حاجه المفروض ان هو يبقى متشال على حاجه ناشفه ويبقى كذا واحد شايلينه مش واحد لوحده ولا حد يحاول يثني رقبته ولا يثني اي مفاصل عنده نحاول على قد ما نقدر ان هو يكون مفروض ويكون على قد ما نقدر نحاول نشيله من غير ما نحرك حاجة لوحدها يعني يبقى متشال كقطعة واحدة كده كله على بعض نبدأ نحطه على النقالة وننقله على مكان أهم حاجة إن يكون الحاجة اللي إحنا هنبدأ نعمل عليها السي بي آر تكون حاجة ناشفة تكون حاجة هارد لأن إحنا لو حبينا نعمل على أي حاجة طرية مش هينفع هيبقى السي بي آر بتاعنا مش هينفع معانا هنبدأ بعد كده نشوف بقى ندخل في السي بي آر نفسه بعد ما اتاكدنا من موضوع النفس واتاكدنا من موضوع النبض نبدا نحدد اول حاجه المنطقه اللي احنا هنبدا نشتغل عليها في القلب هنعمل حاجه اسمها شيست كومبريشن اللي هي نعمل ضغطات للقلب عشان للقفص الصدري عشان نبدا ننشط القلب ان هو يشتغل تاني معانا فنبدا بنروح هنا هو اخر حته في العظمه بتاعت الصدر من تحت بنطلع فوقيها وبنخش شويه ناحيه الشمال وبنبدا بقى نشتغل بنحط ايدينا الشمال وعليها اليمين ده لو واحد بيشتغل بايده اليمين والعكس لو واحد بيشتغل بايده الشمال لو واحد يعني بيشتغل بايده الشمال هيبقى حاطط ايده اليمين الاول وايده اللي هي الاقوى اللي هو بيشتغل بيها هتبقى هي اللي من فوق فاحنا دلوقتي هنحط الشمال اهي وهنحط فوقيها اللي هي اليمين ونبدا نعمل ضغطات للقلب اهم حاجه في الضغطات الطريقه ازاي اللي انت هتعملها اول حاجه احنا اتفقنا ان المكان لازم يكون ناشف عشان لما تيجي تضغط ما تلاقيش المكان مثلا لو على مرتبه ولا على اي حاجه يبقى بيطلع وبينزل معاك لازم تبقى حاجه ناشفه عشان تصد معاك والضغطات كلها يبقى القلب هو اللي بياخدها فنبدا اول حاجه لازم الدراع نفسه سواء اللي احنا بنضغط بيه او الدراع التاني لازم يكون مفروض من عند الكوع لازم يكون مفروض ما ينفعش ان احنا ننزل ونطلع كده لازم يكون مفروض واحنا بننزل وبنطلع من فوق بكتفنا بننزل على الصدر نفسه وبنبدا نعمل الضغطات بتاعتنا بنبدا نعمل 30 ضغطه وقصادهم بندي نفسين النفس اللي احنا بندهوله المفروض ان احنا بيبقى فيه حاجه اسمها فيس ماسك بيتحط كده عند العيان او لو مفيش بنبدا ان احنا نرفع راسه بعد ما بياخد 30 ضغطه كده نبدا نعدهم الاحسن طبعا ان يكون في اتنين واحد بيضغط والتاني بيدي النفس المفروض ان احنا بنبدا نعمل الضغطات وبنعد اول ما بنوصل للرقم 30 بنبدا نروحه رافعين كده شويه راسه بحيث تبقى نحط ايدينا من فوق وايد من تحت كده ونرفع شويه كده الراس عشان نتاكد ان الجهاز التنفسي عنده بقى مفتوح ومستقيم على قد ما نقدر لان احنا لو بندي النفس وراسه متنيه كده هيبقى الجهاز التنفسي عنده مقفول فاحنا نحاول ان احنا نرفعها له كده ونبدا نفتح بقه ونحاول ان احنا نروح عاطين له النفس نفسه نديله اتنين تمام والمفروض ان احنا نكتم كده بحيث نبقى متاكدين ان كل النفس اللي احنا بنديهوله يكون نازل على صدره وبتلاحظ وانت بتديله النفس ان هتلاقي صدره بيعلى معاك بس بتبدا تدي مرتين وبتشوف بعد المرتين بتبدا تشيك تاني وتشوف هل في نبض هل في نفس ولا لا لو مفيش المفروض ان انت بتبدا تعمل تاني مره تانية طيب في كل الاحوال سواء العيان او اللي هو المصاب فاق معاك او ما فاقش المفروض ان احنا بنحوله برضه على مستشفى المفروض ان هو بيتحول على مستشفى في الاخر لان هو لو ما فاقش يبقى هيحتاج حاجات تانية مش هتقدر تعملها له هنا في الموقع هيحتاج حاجات تانية ممكن يحتاج ابر يحتاج حاجات يحتاج حاجات تانية اسعافات متقدمه اكتر من اللي هي البي ال اس او البيزك اللي احنا بنعمله لو هو حتى فاق معاك وبقى كويس لازم هيتنقل لان بعد كده المفروض بعد ما البني ادم بيدخل في المرحله دي وبيفوق بيحصل عنده تغيرات في الكيمياء بتاعت الجسم فلازم بيحتاج ان هو برضه بياخد محاليل وبياخد حاجات عشان يقدر يكمل كده زي ما فاحنا اهم حاجه دلوقتي في موضوع السي بي ار من البدايه خالص ان احنا نتاكد نشوف يبقى العيان نايم على حاجه ناشفه ما تبقاش حاجه طريه نتاكد من موضوع النبض من موضوع النفس نبدا نعمل له الشيست كومبريشن او الضغطات بتاعت القلب ونبدا بعد ما بنعملها بنديله النفس ونبدا نشوف ساعتها ايه الاخبار
النهارده هنعيدها تاني. احنا قلنا في الاول خالص قبل ما نبتدي ان احنا لازم نتاكد ان الجهاز التنفسي عنده ما فيهوش حاجه في بقه، مش بلع حاجه، دي اهم حاجه. لان انت لو حاولت ان انت تديله النفس وفي اي حاجه مكتومه معاه في بقه او سده معاه مش هيعرف طبعا ان هو يتنفس ولا مش هيدخله. فده مهم جدا النقطه دي في البدايه خالص ان انت بتتاكد منها قبل ما بتبدا اي حاجه. لو في اي حاجه محطوطه في الفم، لو في اي حاجه، بتبدا ان انت تطلعها الاول. بس ده كده باختصار اللي هو موضوع البي ال اس او البيزك لايف سبورت. والستارت تو ميك سمثينج كول سي بي ار. سي بي ار فور ذيس سي بي ار وي نيد تو تشيك ذا جاي، وي نيد تو تشيك ذا بيس. افتر ذات اف هي ريسبونس اوكي، اف نوت ريسبونس ايميديتلي ويل تيك هيم تو هوسبيتال فور تريتمنت. ذيس از وات وي ويل دو ناو. طبعا اللي بنشكر الدكتور وطاقم مستشفى طلال قط على طبعا على البرنامج اللي هم بيساعدونا ازاي وعي الناس، وطبعا كل الاجراءات اللي ممكن لو حاجه زي دي حصلت طبعا، والسيفتي برضو قام بمجهود كبير ان شرح للناس الوضعيه. الدور الكبير هو عليكم انتم، الحمد لله احنا ما عايزين نوصل لاي وضع زي ده في السايت. ان شاء الله كل الناس يعني تروح لاهلها سلمه، والشغل يعني ان الناس تشتغل بدون ما يحصل اي اصابات، بدون ما يحصل اي مشكله في الموقع. والحمد لله طبعا من اول ما اشتغلنا في المشروع والناس كلها ملتزمه بالسيفتي، وبنشكركم كتير يعني على موضوع السيفتي ومجهودكم. وان شاء الله ما يعني ايه ما نلاقيش اي مشكله تحصل، لان السيفتي في الموقع بتاعنا هو اهم حاجه في الموقع. ونشكركم جميعا. هلو الحقيقه دكتور المستشفى دكتور طلال قط الطبي هو مستشفى متميز فيه كل الخدمات اللي يحتاجوها الناس سواء كان في البيت او في الشغل. والدليل على اهمية المستشفى الطاقم الطبي والاستاف المعاون له، مجرد نحن ما نتصل عليهم على طول بيلبوا الدعوة ويجوا ويساعدونا مساعدة قيمة. الحين نحن الشخص هذا حنوديه على المستشفى لإكمال إجراءات العلاج. الحين حناخده على الأمبولانس الإسعاف طاولة. Now take this patient to the ambulance. Okay. Take and hello. Take to the ambulance. Huh? Okay. Okay, thank you. Hello.